السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. حبيت نتكلم على القائمه اللي المنتخب الوطني اقل من 18 سنه اللي راح تشارك في كاس شمال افريقيا، في بطوله دوره شمال افريقيا في القاهره في مصر. هذه القائمه عرفت استدعاء 11 لاعبا من نادي لاماسيا. تكلمت في فيديو سابق على هذه القائمة بدون تفصيل، اليوم نتكلموا عليها تفصيل. بالتفصيل انه كاين 11 لاعب نادي بارادو في هذه القائمة مستدعاة للمنتخب الوطني. هذا المدير الفني الاجنبي اللي جابوا زاتشي، المدير الفني الفرنسي بطبيعة الحال يخدم مشروع الأكاديمية في نفس الوقت، ومن بعدها يخدم مشروع زاتشي اللي هو نبيع اكثر عدد ممكن من لاعبين الاكاديميه باش ندخل اموال. كيف نبيع اكثر عدد ممكن؟ نطلع اللاعبين تاوعي من الاكاز، عندنا اكاديميه فيها من الاصناف من 15 حتى النادي الاول يعني السينيور، نطلعهم كامل انترناسيونال. كيف ندير الاكاز؟ ندخلهم في ليكيب ناسيونال، نجيب على الاقل 8 10 لاعبين. الإيديسات كيف كيف، الإيفان كيف كيف، الإيفان تيا والإيفان تروا كيف كيف، منتخب أولمبي. ومن بعدها نشوف كيفاه نبعث صحفيين، ما نخلص لهم وكذا، ومنها نشوف صحفيين وزدوا يشيتوا لي شوية لجوال تاوعي، ونبيع لجوال تاوعي نطلعهم في ليكيب أ. يعني قائمة كيما هذه ما فيهاش لاعب بوصوف. المنتخب الأولمبي اللي لعب مع غينيا الاستوائية ما كانش بوصوف، ما كانش زعموم. هذا من اللاعبين النجوم، هذا من اللاعبين رايحين يعقبوا تيست والاختبار في نادي اميون الفرنسي اوفيسيال بدون ما يلعبوا في الاكاديميه. انه المشكله انه هذا من اللاعبين ثنيبه، كما كنا نهضروا على لاعبين الصاوره والباقي اللاعبين تاع الصيف وهران والجمعيه مدرسه تكوين الشبان، ما نحكوش، نحكو غير على هذا من اللاعبين. هذا ما لي لي بانوا، ما كاين لاعبين، عديد من اللاعبين متألقين احسن حتى من لاعبين لاماسيا بملايير المرات، نحكو غير على الزوج هذا برك. هذا من اللاعبين ما لعبوش المنتخب الوطني، خاصة نحكي على بوصوف. ممكن لعب بوصوف كي كان اشيو استدعاء تربص ولا زوج، كان اشيو كان بوعلام شاف، لكن مقابلة رسمية ما لعبش بوصوف، ما يلعبش في المنتخب الاولمبي. السن تاعو 18 سنة، ما با 19، ما يلعبش صح، ما يلعبش المنتخب الأولمبي، وما يهدروش عليه في البلاطوهات، وما يخطوش عليه الطابلة، وما يديروش عليه واش داروا على بداوي بوداوي عفوا بوداوي، وعلى الزوار هذا اللي نسيت اسمه بلطيف ولا نسيت اسمه الريال دروات، هذا اللي الريال دروات اللي شابوا بالماضي خبطوا عليه الطابلة، قالوا بلي راهو هذا بوداوي احسن من بن طالب واحسن من طيدار واحسن من بن ناصر وخير حتى من عبيد اللي سجل الهدف. قالوا له لا عبيد انت تلعب سوي كلاس، العب سوي كلاس باش بوداوي يروح يسجل، اذا سجلت تلعب لوفونسيف حاجه مليحه، لا لا العب سوي كلاس، وكي يلعب سوي كلاس وما نسجلوش لا لا نطيحوا على عبيد، لازم تلعب لوفونسيف باش تعرفوا. مهم لازم لي جوار نتاع الباكي يماركيو لي بيت ويكونوا ملاح. الله يسهل نجيبو حنا انيستا جاي بيناسيونو من لهيه ويدير ماتش كرو ماتش، بصح ما مش من بارادو، ما جاش من لاماسيا، ما لا نطيحو عليه. عبيد لي ماركا لي بيت ودار كرو ماتش طاحوا عليه وقالوا بلي عبيد هذا يلعب ياسر لوفونسيف، مليو المفروض يلعب سوي كلاس يلعب اللورا باش بداو يبان. شفتوا وقبل كان يقولوا لكم بالطالب سوي كلاس طايدار سوي كلاس، ما يلعبوش لوفونسيف، لازم يلعبوا لوفونسيف، وكي عاد في بداوي لا 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 لازم تلعبوا سوي كلاس وتخليوا بداوي يروح يماركي. بصح ما هضروش على اسحاق بوصوف وزعمهم بوصوف، صرت نهضر على بوصوف على بريسك، يعني بان لاعب هذا فنان فنان، وناني كلمتي مانيش طاير فيها. انا بوصوف نتمناه يروح لاوروبا، الا بقى لهنا وما راحش انا صراحه نهاجمه،
صراحة أنا علاش هذا اللاعب موهبة بالفطرة وفنان، وش قاعد يدير؟ عندك فرصة جيتك في أميو، اثبت روحك، ألصق كما يقولوا حنا بالدرجة تاعنا، ألصق بيديك ورجليك، ألصق، هذه فرصة تاعك باش تتألق، هذه فرصة النجومية مخصوص فيزيك يخدموا لك فيزيك، انضباط تكتيكي يخدموه، خلاص الموهبة بالفطرة عنده اللاعب هذا، موهوب بالفطرة، موهوب بالفطرة. هذا اللاعب موهوب بالفطرة اللي راح يدير تيست في فرنسا في نادي أميون، ونادي أميون باغيينه بعد، حابينه هذا اللاعب، حابين يجيبوه بأي طريقة في الصيف هذا. إذا ما يلعبش في منتخبات الوطنية كامل، من إيديزناف، الإيفانتايا، الأولمبيك، الأمن، عام يحلمش بها، ما يهضروش عليه خلاص. يا المشكلة وين؟ بلو ما يهضروش عليه، ما يتكلموش عليه خلاص، من نسينو طول، نسينو. إذا يا بوصوف، لأن نعطيه من الضمان خوتي، ضمان ربي سبحانه سأعطيك من الضمان. هذا بوصوف كون سينيا في بارادو يلعب تيتيلاري، يفرضوه بالقوة على بالماضي باش يلعب تيتيلاري دائما في ليكيب ناسيونال أ، يقولوا له محرز نحيه وزيد نحيه والناس ولعبها بوصوف باش تعرفوا. صح هو بوصوف ما مضاش في بارادو، ما سنياش في بارادو. إذا بارادو هي بوابة المنتخب، إن شاء الله اسمحوا لي في الكلمة، تكون معزة عندك كرعين لمعيز، بصح تلعب في بارادو عندك فرصة كبيرة تلعب في المنتخب الوطني، مش فرصة، حقك. من اللي جازتش عندك حق، عنده حق، لازم يجوا كم يلعبوا في الكيب ناسيونال. لو ترجع بالذكرة خلت تحسبوا دروك راهم عندنا عامين، عامين هو في الاتحادية، تحسبوا تلقاوها فايت 400 لاعب طلعها في المنتخبات الوطنية، كم لي جوار تاع بارادو كامل لعبوا في ليكيبات ناسيونال كامل، دار عليهم بالدليل حارس أسوأ من حراس البطولة هذا مساوي جابوه لي يلعبوا في ليكيب ناسيونال، جابوا ماجر مبولحي. نقول أخي ما مغضوب عليه، ما نقري كان متألق مبولحي، ما كانش مصاب، كان متألق، نحاوه من ليكيب ناسيونال مبولحي، زاد كان حراس أخرين ما كان ما عيطولهمش، صالح يديروه بنك ويلعبوا مساوي، مش عارفوا برك. بارادو مسنية في العقد تاع الفاف، زادشي كي جاب سيستيم بارادو، حبيت انايا ان نجيب الاستراتيجية تاعي وخطة العمل وخارطة العمل تاعي، وش هي الجوار من خطة المفروض اي اتحادية عندها خارطة طريق ولا استراتيجية ولا اهداف ولا مشروع، برنامج مشروع، مشروع نتاعنا تاع زرتي كيما يقول هو تاعنا، مشروعه نجيب الجوار نتاعي نتاع الباك، نطلع نسوقهم شويه، نزوقلهم كيما نقولوا حنا بالدرجه نتاعنا، ونسوقهم في البلاطوهات وينفخوهم شويه، نطلعهم بالقوه في ليكيبات ناسيونال ا من الكاس حتى حتى ليكيب تاع تاع ليكيب ناسيونال الاولى، يعني اللي فيها مدرب بالماضي، من الكاس حتى لا كامل لعبهم، والفايده ترجع لي انا، ترجع على زاتشي، الفايده ترجع على بارادو، على زاتشي يطلع الاوكانز والايديسات والايفان والايفان تايا فيتروا وليكيب ا. من بعد كي يتباعوا كي يلعبوا انترناسيونال، عندهم سباسيو انترناسيونال، يلعبوا لاعبين دوليين، زيد السوم نتاعهم طبيعة الحال، بطوله كرتونيه يشروا اللاعبين، بعد ما يشروا اللاعبين هذا ما حتزيد الاموال هذه تدخل في خزين في جيب زاتشي. إذا لعبوا في المنتخب الوطني يشروهم دوزيام ديفيزيون تاع بلجيكا ولا تاع فرنسا، ولا دوزيام ديفيزيون في فرنسا ولا في بلجيكا، حتدخل الأورو، الأورو يزيد يدخل لجيب زاتشي. إذا زاتشي في كلتا الحالات مستفيد. علاش الآن زاتشي ماهوش حاب يرحل من الاتحادية؟ سبب واحد، سبب وحيد، شكون اللي عاود يبيع له الجوار تاع بارادو؟ مكانش، يروح زاتشي، يروح الجوار تاع بارادو، يروح زاتشي ليكيبات ناسيونال كامل، ما عاد يجيبوا حتى لاعب من تاع بارادو. إذا زاتشي خاسر في لافير، ها زاتشي ما تساعدوش، يروح يا ولدي تسبوا تنتقدوا تجرعوا تقذفوا فيه تهاجموه في الإعلام في الصحافة، دير واش دير، مانيش رايح، مانيش رايح باش نخلي هنايا كنز أموال، أموال ملايير نخليها ونروح، مستحيل. شكون اللي يبيع لي الجوال تاعي تاع بارادو؟ كما جيش انا رئيس اتحادية ونسوق فيهم في ليكيب ناسيونال ما نقدرش نبيعهم. هذا هو زاتشي، الفائدة الخاصة، يعني مصلحة الخاصة قبل كل شيء، لا اتحادية، لا مشروع اتحادية،
لا برنامج، لا مصلحة عامة، لا مصلحة الوطن، لا مصلحة الكرة الجزائرية، لا كان والو ريان ديتو. كاينة حاجة واحدة هي مصلحة الجيب، نبيع لي جوار نتاع الباك باش نبيعهم في ليكيب ناسيونال، نطلعهم في ليكيب ناسيونال كاملة وتزيد السومة تاعهم وجيبي يتعمر. هذا هو المشروع. ما كان لا فيديراسيون لا اتحادية لا فاف لا مشروع لا استراتيجية لا خطة لا مشروع الكرة الجزائرية، لا النهوض بالكرة الجزائرية، لا تطوير المنتخبات الوطنية، لا والو. فسي فسي مشروع الواحد والوحيد نبيعه لجوار نتاع الباك ويترفه زاتشي. هذا هو المشروع الواحد والوحيد. إذا بحول الله تعالى ما يبقى حتى واحد فيكم، كامل تروحوا يا زاتشي، كي انت كي البيرو فيديرال كي جماعتك الصحفيين اللي شيتولك، كامل تروحوا. كل فاشل يروح، وكل فاشل اهدر المال العام يروح، وتحديد القياس. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.